هل تعرفون ما معنى اسم ليلى؟ ليلى اسم علم مؤنث من أصل عربي، ومعناه هو النشوة أو ابتداء ذهاب العقل من شرب الخمر، ولذلك سميت الخمر بأم ليلى. يقصد العرب بتسميتهم لبناتهم باسم ليلى فرحهم بقدوم المولودة، ويشبهون حالتهم بالنشوة تلك التي يعنيها اسم ليلى في الأصل، وهو الآن من الأسماء المنتشرة في أغلب اللغات. من أشهر من تسمى باسم ليلى محبوبة قيس بن الملوح، وبها اشتهر فقالوا مجنون ليلى، كما أنه اسم الصحابية الجليلة ليلى بنت الخطيم، أول امرأة بايعها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. من تعرفون من أقاربكم أو صديقاتكم تحمل اسم ليلى؟ أشيروا لها في التعليقات لمشاهدة الفيديو.